بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا: ولأحمد عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث في الغرباء في آخر الزمان، والغريب هو الذي يعيش مع غير جنسه. الغريب هو الذي يعيش مع غير جنسه، فالصالحون في آخر الزمان يعيشون مع غير جنسهم، لذلك صاروا غرباء. جاء في تفسيرهم كما سبق: الذين يصلحون إذا فسد الناس، هؤلاء هم غرباء. وجاء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. وجاء في هذا الحديث: الذين يزيدون إذا نقص الناس، يعني يتمسكون بالدين إذا الناس نقصوا من الدين، هم ما ينقصون دينهم، يتمسكون به. وكل الروايات لا تختلف، يجمعون هذه الأوصاف، الغرباء يجمعون هذه الأوصاف. نعم. قال: وللتلمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. من سنتي، هذا فيه تفسير ما أفسد الناس من إيش؟ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يبينون السنة، إذا جهلها الناس أو تساهلوا فيها يبينونها للناس. نعم، يعني يحتفظون بالسنة. نعم. قال الأوزاعي في معنى الحديث: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. الأوزاعي أحد الأئمة الكبار من أهل الشام رحمه الله، يفسر هذا الحديث فيقول: الغرباء هم الذين يتمسكون بالسنة، يتمسكون بالسنة إذا تركها الناس، حتى ولو لم يكن في البلد إلا واحد فهو أهل السنة وهو الغريب. ما يقول: والله بصير مع الناس وأنا منعزل عن، لا، أصبر، تمسك بالسنة واصبر ولو كنت وحدك، فأنت الجماعة وأنت أهل السنة. نعم. قال: وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يوشك أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. نعم، يرخص على الناس، اللي تمسك بالسنة في آخر الزمان يرخص على الناس مثل ما يرخص عليهم رأس الحمار الميت من الزهد بالسنة وأهلها. لكن المسلم يصبر على هذا، يصبر على الدين، يصبر على السنة، ولا ينخرط مع الناس أو ينظر لرضاهم، إنما يتمسك بالسنة النبوية، وسيلقى مشقة ويلقى غربة ويلقى أذى، لكن يصبر على هذا. نعم. ولو رخص على الناس، لو رخص على الناس وعيروه وسبوه ووصفوه بالتشدد ووصفوه التكفيري ووصفوه بأي وصف، ما يهمه، ما دام أنه على السنة وعلى الحق ما يهمه كلام الناس، يصبر. نعم.
قال ولد البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج. أتينا أنسا، أنس بن مالك يعني خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، شكوا إليه ما يجدون من ظلم الحجاج. الحجاج أمير من أمر بني أمية، أمير على العراق من أمر بني أمية، وهو ظالم وشديد وعنده قسوة، فشكوا إلى أنس بن مالك ما يلقون من ظلم الحجاج وقسوته عليهم. نعم. فقال اصبروا، اصبروا على ظلمه على قسوته. نعم. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا يأتي زمان، هذا محل الشاهد، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يتحول الناس شيئا فشيئا، كل أهل الفترة أسوأ من اللي قبلهم، حتى يصبح الدين غريبا في الناس في آخر الزمان. هذا الحديث فيه أنه كل ما تأخر الزمان اشتدت الغربة، كل ما تأخر الزمان اشتدت الغربة لأهل الدين، عليهم بالصبر. نعم. يعني فأنس رضي الله عنه أمرهم بالصبر على الحجاج، أمرهم بالصبر على الحجاج، وهذا فيه دليل على الصبر على ظلم الولاة وإن جاروا وإن ظلموا، لأن في هذا جمعا للكلمة، جمعا للكلمة واستقرار للأمن، والخروج على ولي الأمر يسبب الشر والفتنة، يسبب سفك الدماء وضياع الأمن، فهو أشد مما من صبرهم على ظلم الراعي. ظلم الراعي نعم هو ما في شك أنه ظلم الراعي لا يجوز، لا يجوز، لكنه أخف، أخف من ضياع الكلمة واختلال الأمن وسفك الدماء الخروج عليه. نعم. الصبر على ظلمها أخف من الخروج عليه وانفلات الأمر نهائيا. نعم. هذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما كما هي القاعدة. نعم. قال ولي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال القتل القتل. ألا في آخر الزمان، في آخر الزمان تزيد الفتن وتشتد، ماذا نعمل؟ الصبر، اصبروا، تمسكوا بدينكم واصبروا، هذا هو الحل، ما لكم غير الصبر على الدين. ولأنه ورد أنه القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر من شدة ما يلقى بسبب تمسكه بدينه، يلقى من الناس الأذى والمضايقة وغير ذلك من الأنواع الأذى، يصبر، ما في حل إلا الصبر. نعم. قال نعم. رحمه الله تعالى أعد بعد الحديث. أيه. قال ولي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. نعم، في آخر يعني تقارب الزمان، ينشغلون الناس ويمر الوقت عليهم بسرعة مثل ما هو مشاهد الآن، ما شاء الله أسبوع وراء أسبوع على طول، ما هذا من تقارب الزمان. نعم. لأن الناس مشغولون بالدنيا ومشغولون بالتجاراتهم ومشغولون بوظائفهم ويروح الوقت ما دريوا. نعم. وينقص العمل، ينقص العمل، هذا محل الشاهد، ينقص عمل الناس، العمل الصالح يعني، ينقص العمل.
لأنه ما يجتمع العمل الصالح مع الانشغال بالدنيا، لازم بعضهم أحدهم يقضي على الثاني أو يغلب عليه. الذي ينشغل بالدنيا يخف عليه الدين، والذي ينشغل بالدين تخف عليه الدنيا. نعم. ويلقى الشح. الشح يعني امساك المال وعدم الإنفاق في سبيل الله. نعم. وتظهر الفتن. تظهر الفتن اللي هي الفتن في الدين، يعني الفتن، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة التساهل في أمور الدين، فتنة التشبه بالكفار، هذه فتن كلها تكثر. نعم. ويكثر الهرج. الهرج هو القتل، يعني سفك الدماء والعياذ بالله. الفتن إذا جاءت الفتن وتفرق الناس بدل الجماعة تفرقوا، حصل بينهم القتال وقتل بعضهم بعض كما هو مشاهد. نعم. فلا أمان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، لابد من هذه الأمور. نعم. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال القتل القتل. الهرج يعني القتل القتل، يعني يكثر القتل. إذا كثر الخلاف تفرق الناس قتل بعضهم بعض، وهذا من مفاسد ترك الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. نعم. من هاجر من وطنه بدينه، فر بدينه من وطنه، وطنه محل شر، هجره وسافر إلى بلد أحسن لتمسك بدينه، يبقى ولا يرجع، لا يرجع ولو زان بلده، ما يرجع إليه إبقاء للهجرة. ولذلك الصحابة لما هاجروا إلى المدينة فراراً بالدين من مكة، لما فتحت مكة ودخلت في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم أهلها، الصحابة لم يرجعوا إليها، لم يرجعوا إليها من أجل الهجرة، تبقى لهم الهجرة. نعم. وله عن سلمة ترك وطنه لله، ترك شيئاً لله لا يرجع فيه. نعم. وله عن سلمة أعد: باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. المهاجر. نعم. قال: وله عن سلمة وقد قال له الحجاج: أرددت على عقبيك؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلننا في البدو. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في البدو. البدو يعني بدل الحاضرة، كن مع البدو مع الأعراب إذا احتاج إلى هذا، مثل ما سبق أنه كونه يرعى غنم في الجبل أحسن منه يبقى في البلد الذي فيه شر، فيه يفر بدينه من البلد اللي فيه شر، ولو يرعى الغنم، ولو يعيش وحده، تمسك بدينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. تحريم القتل بين المسلمين، لا يجوز القتل بين المسلمين ولو اختلفوا، ما يتقاتلون لأنهم إخوة، لأنهم إخوة، فلا يتقاتلون من أجل المال، من أجل العصبية، من أجل إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والأخ لا يقتل أخاه في الإسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ما تخلونهم يتقاتلون، أصلح
فإن بغت إحداهما على الأخرى ما تقبل الصلح، تريد أنه تقتل، فقاتلوا التي تبغي، قاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ما يتركون يتقاتلون، بل نفصل بينهم ونصلح بينهم، وإذا قبلوا فالحمد لله، إذا لم يقبل فالذي لا يقبل يقاتل من أجل منع الفتنة بين المسلمين. يجب أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتن. نعم. قال وللبخاري عن الأحنف، أعد الحديث أنت تسرع بل. نعم. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. بسيفيهما، كل واحد يبي يقتل الآخر، مسلمان كل واحد يبي يقتل الآخر، حرام هذا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه يعاقب على نيته. نعم. قال وللبخاري عن الأحنف أنه قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ فقلت أريد نصرة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني علي رضي الله عنه، لما حصلت الفتنة بين أهل الشام وبين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع، بعضهم انضم إلى بعض المسلمين، انضم إلى علي نصرة لابن عم الرسول، وبعضهم انضم إلى جيش الشام مع معاوية، كلا الفريقين مسلمون، أهل الشام والذين مع علي كلهم مسلمون، فهي قتال بين المسلمين، قتال بين المسلمين في فتنة. نعم. يعني عليا رضي الله عنه، فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. هذا أبو بكر رضي الله عنه لقي هذا الرجل لما حصلت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، علي على أنه الخليفة، معاوية يطالب بقتل عثمان، يطالب الذين قتلوا عثمان، يريد القصاص منهم، كل واحد مجتهد، كل واحد من الصحابيين مجتهد رضي الله عنهم، هذا على أنه خليفة وهم خرجوا عليه، وهؤلاء على أنهم يطالبون بدم عثمان الذين قتلوه، يريدون القصاص منهم. فخرج هذا الرجل يريد أن ينضم إلى علي، إلى علي الخليفة، فلقيه أبو بكر سأله من تريد؟ قال أريد نصرة ابن عم رسول الله. هذا حق، طيب، لكن لما كان فيه فتنة بين المسلمين قال له ارجع، ارجع لا تدخل في الفتنة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. قال ارجع. نعم. فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال الحديث؟ يعني الحديث. نعم. قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل. نعم. فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ فقلت أريد نصرة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني عليا رضي الله عنه. نعم. فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أين؟ فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل،
فما بال المقتول؟ هذا القاتل في النار لأنه قتل، لكن المقتول ليش صار في النار وهو مقتول؟ نعم، على نيته، دخل النار بنيته لأنه ينوي قتل صاحبه لو حصل له. نعم، فقال هذا فعل القتل وهذا ناو للقتل، في دليل على أن الإنسان يؤاخذ على النية. نعم، قال إنه أراد قتل صاحبه. إنه أراد قتل صاحبه، القتيل كان يريد قتل صاحبه فيعاقب على نيته والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه أن الإنسان لا يدخل في الفتنة بين المسلمين، يعتزل الفتنة مهما أمكنه ذلك، إن حصل يصلح بينهم هذا مطلوب، إذا ما حصل يصلح بينهم هو يتجنب القتال ولا يدخل مع هذا ولا مع هذا. نعم. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل، قال الهرج القاتل والمقتول في النار. نعم، يأتي على الناس يوم، يعني فتنة بين المسلمين، تقاتلون ولا يدري القاتل وش السبب أنه قتل هذا المسلم، والمقتول ما يدري سبب قتله، يعني فتنة ما معه شعور، لأن الفتنة إذا اشتعلت يصعب إطفاؤها، لكن قبل تشتعل يمكن تلافيها، لكن إذا نشبت العياذ بالله الفتنة صعب إطفاء الفتنة، فيقتل ما يدري وش اللي أمامه ولا من قتل ولا من، هذا فيه شر الفتن والعياذ بالله، وفيه أن المسلم يتجنب الفتن ولا يدخل فيها بين المسلمين. نعم، إنما يكون يصلح بينهم إذا أمكن، إذا ما يمكن يعتزل الفتنة، يبعد عنها. نعم. قال رحمه الله باب هلاك الأمة بعضهم ببعض. نعم، هلاك الأمة بعضهم ببعض في آخر الزمان، يهلك بعضهم بعضا بالفتن، لا لشيء إلا للهوى والعصبية والله أعلم بالأسباب. نعم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. قال ابن ماجه يعني الذهب والفضة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد قضيت قضاء فإنه لا يرد. يا محمد، ها؟ نعم، يا محمد إني قضيت كذا، أنا عندي قضيت. نعم، قضيت. طيب، يا محمد إذا قضيت قضاء. نعم، فإنه لا يرد. إذا قضيت قضاء قدرا، يعني القدر. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، هذا الحديث من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إن الله زوى لي الأرض، جمع الأرض
لمحمد صلى الله عليه وسلم جمعها له مشارقها ومغاربها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم نظر إليها، نظر إلى الأرض كلها بهذه الصورة التي زواها الله له. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. وإنه سيبلغ ملك أمته من بعده ما زوي له من الأرض، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فأمته ملكت مشارق الأرض ومغاربها بالفتوحات والدعوة إلى الله، اتسعت مملكة المسلمين على المشارق والمغارب. هذا تحقق، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعطي الكنزين، أعطي الكنزين الأبيض والأصفر، هذا إشارة إلى فتح فارس والروم، إنهم عندهم الكنوز. فالفضة هذه للفرس، والذهب للروم، وسترثه هذه الأمة، ترث الكنزين الذهب والفضة التي عند الروم وعند الفرس. ففيه إشارة إلى سقوط دولة الفرس وسقوط دولة الروم بيد المسلمين، وقد حصلت هذه أيضا، حصلت هذه أيضا، سقطت دولة الفرس ودولة الروم، وأخذ المسلمون كنوزهم وأموالهم وأنفقوها في سبيل الله عز وجل، كما في خلافة عمر رضي الله عنه. أعطيت الكنزين الأبيض والأصفر. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسئلة، دعا ربه في ثلاث دعوات، استجاب له في ثنتين ومنعه من الثالثة. الأولى ألا يهلكها بسنة، يعني بجدب، جدب عام في الأرض، ألا يهلكها بسنة. السنة معناها الجدب، معناها الجدب، تسمى السنة. لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالجدب، أجدبت الأرض عندهم بسنة بعامة. نعم، يحصل الجدب في بعض البلاد دون بعض، أما أن تجدب كل بلاد المسلمين، هذا استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل الجدب في كل بلاد المسلمين، بل يحصل في بعضها. استجاب له في هذه، ألا يهلكهم بسنة، يعني بجدب عام عام. الدعوة الثانية ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم من الكفار، ما يسلط الكفار على المسلمين، يستأصلوهم جميعا. أعطى الله رسوله هذا، أنه ما يسلط الكفار على المسلمين حتى يزيلوا الإسلام والمسلمين من الأرض، لا بد يبقى من المسلمين، لا بد يبقى من الإسلام شيء، أما التسليط العام لا. هذا استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. الثالثة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يسلط المسلمين بعضهم على بعض، فمنع الله ذلك، منع ولم يستجب له، أنه سيحصل بين المسلمين تسلط بعضهم على بعض وفتنة. هذا محل الشاهد من الحديث، أنه سيحصل بين المسلمين قتال وشر وفتنة بينهم، وهذه هي المخيفة. نعم، وإن الله زوالية. أعيد الحديث. أي نعم، انتبهوا، حديث عظيم هذا. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالية الأرض، الله على كل شيء قدير، يعني صغرها، صغر الأرض أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صارت في مشهد الرسول يشاهدها كلها. نعم، فرأيت مشارقها ومغاربها نعم،
فرأيت مشارقها ومغاربها وإن هذه معجزة، هذه واحدة، آية واحدة، نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا الثاني، المعجزة الثانية، أخبر أن أمته ستملك ما زوي له من المشارق والمغارب، قد حصل، نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر اللي هو كنوز الروم وفارس والروم، الأبيض والأحمر يعني الذهب والفضة، نعم. قال ابن ماجه يعني الذهب والفضة، نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، يعني بجدب عام، نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذه الثانية، هذه المسألة الثانية. والثالثة فيستبيح بيضتهم، نعم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، هذه المسألة الأولى، استجاب الله، نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذه الثانية، استجابها الله، نعم. فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، من بأقطارها، ما يستطيعون يزيلون الإسلام مهما بلغوا، الإسلام سيبقى الإسلام إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالإسلام ما يزول نهائيا من الأرض، سيبقى. استجاب الله لرسوله هذا، نعم. أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك، حتى هذه الأخيرة، هذه إنما بعضهم يتسلط على بعض، تحصل الفتنة بينهم، هذه الله منعها ولم يستجب، نعم. ويسبي بعضهم بعضا، نعم. فإذا حصل أن بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا المسلمين بينهم، فهذا سيحصل وسيقع، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نبدأ في الأسئلة. أكمل يا أخي، أكمل. قال رحمه الله: زاد أبو داود: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أي نعم، هذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم، الأئمة المضلين من علماء الضلال، دعاة الشر، الدعاة، دعاة الضلال ودعاة الفتنة، وما أكثرهم يتسمون بالدعوة إلى الدين وهم يدعون ضد الدين، يلبسون على الناس، هذول خطر والعياذ بالله، خطر على المسلمين، هذه واحدة يخاف الرسول منهم، نعم. وإذا وضع السيف في أمتي، وهذه الثانية، إذا وقعت الفتنة فإنها تستمر فيهم، وقد وقعت بقتل عثمان رضي الله عنه، لما قتلوا عثمان انفتح باب الفتنة على المسلمين، ولا يزالون إلى أن تقوم الساعة والفتن بينهم، نسأل الله العافية، نعم. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، هذا المشكلة خطيرة هذه، نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، هذه بعد مسألة عظيمة، والردة، يرتد بعض كثير من المسلمين في آخر الزمان، يلحقون بعبدة الأوثان، وهذه حاصلة، كثير الذين يرتدون الآن عن الدين ويتبعون فارس والروم ويمدحونهم ويتعلقون بهم ويعظمونهم، وأنهم هم العرب، هم الناس، وهم اللي عندهم الحضارة وعندهم الرقي والتقدم، ولا ينظرون إلى دينهم، ينظرون إلى ما معهم من الدنيا والفتنة، ويرتدون عن الدين والعياذ بالله، يقولون هذا ديننا ما بخير، هذا ولا ما هم على دين، وشو صاروا الآن، يقولون هذا الدين هذا حاجزنا عن الرقي والتقدم والحضارة، ما تسمعون هذا؟ هذا واقع الآن، يزهدون بالدين، يقولون إنه هو اللي عوق المسلمين، الدين ما عوق المسلمين، الدين يحث على طلب الرزق، يحث على الصناعة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يحث، لكن المسلمين تكاسل، الذنب ذنب المسلمين ما هو ذنب الدين، لا، هم قلبوا على الدين الآن، يقولون الدين هو اللي أخره، نعم.
وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. يعود تعود عبادة الأوثان في هذه الأمة. يقولون لا، ما يمكن، المسلمين ما يرتدون عن الدين، ما يمكن. وعبادة الأصنام هذه ما هي بشرك، هذا توسل إلى الله، يسمونه توسل إلى الله، يعبدون الأموات ويستغيثون بهم، يقولون لأنهم يقربون إلى الله زلفى ويشفعون لنا عند الله، يسمونه بهذا، يسمون الشرك بهذا الاسم. هذه فتنة عظيمة. نعم. وأنه سيكون في أمتي كذابون 30، هذه أيضاً مصيبة، أنه يظهر ناس يدعون النبوة، يدعون النبوة، ولا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي، وخاتم النبيين الله جل وعلا قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فاللي يصدق من يدعي النبوة كافر، اللي يصدق من يدعي النبوة بعد الرسول يكون كافراً والعياذ بالله، لأن النبوة ختمت. نعم. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إيه، لا تصدقوهم، لا تصدقوا الذين يدعون النبوة. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهري. هذه البشرى بعد هالفتن وهالشرور، الحمد لله الدين باقي مع الفتن ومع الشرور، الدين باقي، لكن من يتمسك به، هذه هي المهمة، يتمسك به يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى ثبات. نعم. ولذلك يقل التمسك به. نعم. على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم، والله حديث عظيم هذا جدا. نعم. قال ولمسلم يكفي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.